مساء الخير متابعينا من جميع أنحاء الوطن العربي، بنرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج سوشو والذي يأتيكم عبر منصات الإلكترونية والإعلامية. ضيفنا لهذه الحلقة هو سعادة النائب السابق منصور سيف الدين مراد. أهلا وسهلا بحضرتك. مرحبا يا ميت، مرحبا، أهلا فيك. بداية رح أسألك سؤال، كونك رئيس الهيئة الشبابية الأردنية الشركسية، خلينا نحكي عن وضع الشباب في الأردن حالياً وعن دورهم وأهمية تفعيل دورهم في المجتمع الأردني. يعني سؤال مهم جداً، كون الشباب بيمثلوا الشريحة الأوسع في الأردن، وحقيقة هم عنوان للعنفوان وعنوان للعطاء والبذل والتضحية والبناء. والحقيقة حتى ما أخذ من وقتكم، يعني وباختصار، الشباب في كقوة مركزية بكل هالطاقة الخلاقة والعنفوان والقدرة على البذل والعطاء والتضحية اللي بيمتلكوها مغيبين عن دورهم. من أي ناحية مغيبين؟ نعم، من أي ناحية مغيبين؟ مغيبين في عملية تحديث وتطوير وبناء الأردن، مغيبين لأنه في غياب وعجز للحكومات من إيجاد خطط تنموية وطنية مستدامة في الأرياف وفي المناطق وفي الألوية وفي المحافظات، ومغيبين لأنه الحكومة غير قادرة أنها تخلق فرص عمل حقيقية منتجة، مغيبين لأنه هذه الدولة بنيت بنية استهلاكية غير منتجة. ويعني حقيقة هؤلاء الشباب ممكن في كل دول العالم في كل بقاع الأرض وعبر التاريخ أثبتوا إما أن بيأخذوا الدولة إلى الجنة، إلى التقدم، إلى الحداثة، ولهم دور كبير وهم رافعة أساسية، خصوصاً لهم طاقات. نعم. يعني أو إلى جهنم، لأنه هدول الشباب يعني، وإحنا في الأردن الشباب يعني بيعاني من أمنه الاستقرار النفسي واستقراره الاقتصادي واستقراره الاجتماعي، وبيعاني من غياب برامج استراتيجية يعني تجعله شريك في بناء الدولة الحديثة. وأنا طالما يعني منذ سنوات وأنا أنادي وبقوة، لكن هيهات هذه الحكومة إذن من طين وإذن من عجين ما بتسمع، إنه وزارة الشباب لازم تكون وزارة سيادية في الأردن، وزارة استراتيجية، وزارة تمتلك موازنات وتمتلك. وكل يوم بيجيبوا لنا وزير جديد ملوش علاقة لا بالشباب ولا بالحركة الشبابية ولا بمعاناة الشباب ولا تجربة شبابية. وبجوز هذا سبب ممكن بيعيق حركة الشباب أيضا، إنه ما في حركة الشباب لإنهم. شبه معاقة، وفي ويعني يخضع لاستراتيجية أمنية هو منعهم من قيام إنشاء اتحاد شبابي واتحاد طلابي يدافعوا فيه عن حقوقهم، يمارسوا فيه صلاحياتهم ودورهم في تشكيل رافعة للوطن وتحديث الوطن. شو السبب سعادتك؟ السبب إنه يعني هذه الحكومات يعني تخاف من، ما عندهاش قواعد شعبية، ويملى عليها من دول استعمارية خارجية مهيمنة عبر هبات وعبر منح مشروطة. وانت بتعرفوا يعني الاستعمار، الدول الاستعمارية بتخاف من المعلمين وبتخاف من الطلبة والشباب وبتخاف من العمال. يعني العمال اللي في دول العالم الثالث والدول اللي ارتضت انه تكون وظيفية تابعة لصندوق النقد ومراكز رأس المال العالمية، هذه الحكومات ارتضت انه تخضع للإرادة الاستعمارية حتى يسيطروا ويهيمنوا على البلد. ضربوا العملية التعليمية، ضربوا محور العملية التعليمية المعلم، وخلقوا أمامه مليون عقدة، وطلعي كيف منهارة ومحاصرة يعني نقابة المعلمين، والمعلمين ما لهم أي حقوق، وشوفي كيف الشباب الطلبة والشباب ممنوع عليهم أن ينشئوا اتحاداتهم أسوة في كل الدول في المنطقة، العراق، سوريا، فلسطين، الكويت، خليج عربي، عندهم اتحادات طلابية لها برامج ولها قيادات وهيئات منتخبة، ويعني
تستعين فيهم الحكومة في تطبيق برامج اقتصادية واجتماعية وزراعية سياحية، لهم دور كبير في بناء الدولة. مغيب الشاب الأردني، مغيب. طيب حضرتك لما كنت بمجلس النواب طرحت أفكار للشباب، عرضت على المجلس؟ طبعاً أنا من دعاة، يعني أنادي بيجب أن يكون لهم اتحادات، طلبة اتحاد والشباب اتحاد، أو اتحاد طلبة وشباب مندمج. وأيضاً كنت أطالب بأنه تكون وزارة سيادية لها موازنات كبيرة وتستند على برامج استراتيجية تجعل من الشباب شريك في بناء الدولة، مش بتقصي في عملية إقصاء للشباب. هذا الدور المبدع الخلاق. طيب أنت تطلعي هلأ الشباب غاضب بالأردن، معظم قدراتنا راحت لبرا، يعني الدول المجاورة إلنا خاصة دول خليجية كان في الزمانات أكثر من هلأ، ودول أوروبية حتى مبسوطة على سياسات الحكومات الأردنية، سيلت سلعت الشباب والقدرات الفكرية والفنية، أطباء، مهندسين، خريجين جامعات، برامج تكنولوجية، كمبيوترات، كلها هربت برا. هذه القدرات أصبحت هربت الخبرات الأردنية وأخذتها خارج البلد. نعم، أخذتها الدول الثانية ببلاش. يعني حقيقة يعني يجب إعادة النظر في السياسات الاستهلاكية وفي السياسات الحكومية الفاشلة في مسألة الفقر، مسألة إيجاد فرص عمل، مسألة إيجاد خطط تنموية وطنية مستدامة، مسألة الاستثمار بالثروات والمقدرات الوطنية، مسألة التحول في المجتمع والدولة من دولة مستهلكة إلى دولة منتجة حتى نحقق فائض قيمة وحتى نكافح يعني عجز الموازنات، ويعني مواضيع كثيرة. طيب شو المدرسة الاقتصادية اللي بتؤمن فيها حضرتك؟ أنا بأمن في الاقتصاد الحديث المنتج. أنا لما يعني لا يمكن أن يعني أنا كيف بدي أطور أقدر أحمي أسواقي وأقدر أصدر وأقدر أمنع العملات الصعبة تطلع من البلد، بدي أسن قوانين وحوافز ضريبية وتشجيع وتسمح لي بالاستثمار بالثروات والمقدرات الوطنية، وهذا بتطلب تطوير فكري وفني للعمال وللقطاع الإنتاجي وتطوير البنى القطاعات المنتجة، أطورها، أعطيها حوافز، أسمح لها تستثمر بالثروات، تصنع مواد أولية وتوفر خروج عملة صعبة لشراء تلك المواد. ولما أطور أنا الطبقة العاملة وأطور العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة، أطورهم فكرياً وفنياً، معناه أنا طور منتوجي وقدرت أنافس المنتوج الأجنبي. وبعدين أنا لما يتطور هذا الإنسان وقادر أنه ينافس في كل السلع اللي بتدخل البلد ويكون منتوجنا منتوج متقدم متطور، معناه العقل تطور، معناه احنا ذاهبين باتجاه الدولة المدنية، المجتمع المدني. المجتمع المدني كيف بتطور؟ بتطور لما يتطور وسائل انتاجه، لما بتسمحي له انه يتطور فكريا وفنيا وعلميا. هذا السلوك بخلق مجتمع مدني حقيقي، ومنبدأ بداية صحيحة. أما أنه نستورد ما نأكله وما نشربه، غياب خطط استراتيجية في الأمن الغذائي، غياب خطط استراتيجية مائية، غياب شو كيف يعني؟ يعني هسه فوتي سوبر ماركت، أي مواطن يفوت على مول أو سوبر ماركت 90% من المنتجات الموجودة أجنبية، كيف؟ وبتيجي الحكومة بتكذب علينا وبتقول والله أنا بدي أخفض الأسعار. على أي أساس تخفض الأسعار؟ أنت لست منتجاً، أنت سلعت خبرات البلد، شباب صحيح. البلد برا. أصلاً الأردن عاملة اتفاقات مع الدول يعني طبعاً. اللي برا عشان يقدروا من طبعاً. هون يستوردوا طبعاً. هاي لا وأكثر من هيك بيجيبوا عمال من كوريا ومن الصين ومن بنغلاديش ومن هنا على أساس أنهم خبراء، وبيطلعوا كلهم عمال بتدربوا على أيدي عمالنا وبروحوا للخليج على أساس أنه والله خبراء.
وهي مارسوها كثير وأضروا فينا الطبقة العاملة والقطاعات المنتجة. القطاعات المنتجة بدها تطوير بنيتها الهيكلية حتى تقدر تطور المنتوج الوطني. ويعني إذا ضلينا هيك لن ما فيش بدايات لاقتصاد حديث ولا لصناعة زراعية ولا لصناعة سياحية ولا في تقدم. وبنفس الوقت اللي عم نحكي فيه احنا عم تزداد حالات الفقر وحالات يعني الانكماش الاقتصادي، ازدادت البطالة لأكثر من 25% 26%. ما بصير هذا الحكي، لأنه هذا خطر على الوجود على الكيان الأردني، ما بصير. نعم، رح أرجع أكمل مع حضرتك حديثنا، لكن حنكون معكم بفاصل متابعينا ومشاهدينا الكرام وراجعين. رجعنا معكم متابعينا وأكيد مكملين حوارنا الشيق مع حضرتك، وهلأ رح أسألك سؤال هو مكمل ومتمم لحديثنا ما قبل الفاصل. شو الحل لتحديث الاقتصاد، تطوير الاقتصاد، إنه خلق فرص عمل جديدة للشباب، إنه والبطالة والفقر حتى نتخلص منهم؟ حالياً بجرى في الأردن تناقض وصراع مرير بين نموذجين. النموذج الأول يعني هذا الصراع في سبيل مرتبط بالتنمية الوطنية المستدامة في كل القطاعات المنتجة الحيوية. هذا النموذج الأول هو نموذج الدولة اللي بتمارسه، الذي يمارس حاليا عبر الحكومات وحلفائهم. والنموذج الثاني نموذج الاستقلال الوطني اللي يعني هدفه هو تنمية القطاعات المنتجة والتحول والتصدي لسياسات الاستهلاك إلى سياسات منتجة وتطوير بنية الدولة المنتجة وتطوير القطاعات المنتجة أيضا. هاي النموذجين، نموذج وطني يريد تحول الدولة إلى الإنتاج وتطوير القطاعات المنتجة، ونموذج زي ما حكيت الحكومة، الحكومات الأردنية وحلفائهم في يعني جعل الدولة دولة. طيب بدي أسأل، نعم هلا بدي أسأل حضرتك كونك النموذجين، نعم. هذولا نموذج الاستقلال الوطني مفروض حتى يعني ينهي الأزمة الاقتصادية ويطور الاقتصاد الحديث، مفروض يسعى إلى بناء جبهة وطنية. القوى الوطنية تسعى لبناء جبهة وطنية مع الشخصيات والرموز الوطنية، يعني هدفها التصدي لهذه السياسات وخلق سياسات إنتاجية زي ما ذكرت، وأيضا يعني تطوير بنية الدولة. غير هيك ما 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 بزبط يعني. أما إنه تظل الدولة في غياب عن كل البرامج المنتجة وكل السياسات المنتجة، معناه بقاء تراجع الاقتصاد وازدياد يعني المآسي المريرة اللي بيعاني منها شعبنا. هلا بدي أسأل بس حضرتك، كونه منحكي عن الحكومات وإحنا في الأردن تقريبا ما في حدا مجمع كشعب أردني على شخصية معينة في الأردن، لا. تمام؟ وهلا أنا لما بدي أحاسب حكومة، من أولى أن أحاسب مجلس النواب أم الحكومة التي تعطي الثقة للنواب اللي هم أصلا بيفرضوا هاي الأمور على الدولة؟ ما هو السبب في النهج السياسي القائم. النهج السياسي يستند على يعني قانون انتخابي يحرم شعبه من اختيار ممثليه المعبرين عن مصالحه. هذا هذا هذه السياسات تأتي بمجلس نواب أكثريته صناعة حكومية. نعم، هو يعطي الثقة، يمنح الثقة للحكومة. نعم، هدفه خدمة السياسات الحكومية القائمة، وهذا مخالف للدستور الأردني. بذلك هذه الحكومات تضرب يعني نقطة بالدستور أو بند بالدستور اللي بنادي باستقلال السلطات، لأنه لما يأتي في برلمان هو صنيعته، الحكومة تصنعه،
معناه أخذت دوره، هيمنت عليه، ومعناه ضربت مبدأ الدستوري اللي بنادي باستقلال السلطات. ومن ثم إذا لما تهيمن على مجلس الشعب، على المجلس النيابي، معناه هيمنت على القضاء، وصارت كل السلطات بإيد السلطة التنفيذية. وللأسف أنه مرقنا بعشرين ثلاثين سنة وما زلنا أنه حتى هذه السلطات اللي كلها تكرست في يد السلطة التنفيذية لا تخضع للولاية العامة، تخضع للأجهزة الأمنية، فتخربطت، صار في خلل بتوازن السلطات كما نص عليه الدستور، السلطة التنفيذية والتشريع القضائية. وبذلك يعني السياسات الحكومية القائمة أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه من انهيار اقتصادي وانهيار أخلاقي وانهيار اجتماعي وانهيار ثقافي. المنظومات والمؤسسات في الدولة الأردنية عم تتراجع، الصحة، وزارة الصحة مع احترامي إلها يعني في تراجع، التربية والتعليم في تراجع، في هجوم على النقابات وعلى الحريات العامة. إحنا يعني الجبهة الوطنية اللي بنادي فيها أنا مفروض أنها يعني تتجه باتجاه خلق حريات تضمن الحريات العامة والأوسع للناس. أما أنه هيك نظل شعب ملاحق ونقابات مش قادرة تقوم بدورها وقوانين أحزاب تعاكس يعني ما جاء في الدستور من حق الشعب في أنه يعني ينشئ أحزابه ونقاباته وجمعياته، كل هذه التدخلات أدت إلى ما وصلنا إليه، والشعب الآن قاعد بدفع مرارة هذه السياسات القائمة. بس هلأ كأحزاب، كنا نحكي شو عن الأحزاب، هلأ مفعل هذا الموضوع الأحزاب، وهي رؤية ملكية يعني، حتى في بعض الأحزاب هلأ بلشت تصوب واضحة، خلينا نقول، وفي يعني إقبال يعني حركة شعبية على هذا الموضوع الأحزاب. لا، لحد الآن أقل من 2% من الشعب الأردني منتمي للأحزاب. ليش؟ لأنه في تضارب بالسياسات الحكومية، يعني بنسمع عن حياة حزبية وبالتالي يلاحق بعض الحزبيين ويلاحق بعض مؤيدين الأحزاب ويلاحق أصحاب الرأي المعارض، وما فيش، ما زال الشعب لا يثق في هذه الحكومات وما زال منكمش وبعيد عن الحياة الحزبية، لا سيما أنه هناك معلومات بأنه في تدخلات حكومية وعمالها تجري اتصالات وتبني أحزاب وتنشئ أحزاب إلها للدفاع عن سياساتها وعن النهج القائم. يعني الوضع غير طبيعي وغير دستوري، وأنا يعني من اللي بحذروا إذا استمر هيك الوضع راح يكون في يعني أيام أصعب من الحالة اللي منعيشها. لا إن شاء الله يا رب ما نعيش أصعب من هيك. إن شاء الله طبعاً هيك. إحنا مستعدين يعني نضحي لهذا البلد، لكن زي ما قلت لك إذن من طين وإذن من عجين، والأمور كلها بتجري. العدو الصهيوني قاعد ليل نهار بيهدد في تصفية الشعب الفلسطيني وبمارس جرائمه وبيهدد القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وبينغم وبيهدد الأردن، ويعني من مصلحته يعني أنه يكون الوضع في الأردن غير طبيعي وغير سليم لتنفيذ مخططاته لتصفية الشعب الفلسطيني على حساب الأردن. يعني أنا كمان بدي أسأل سؤال بخصوص، أنت حكيت عن العدو الصهيوني، أنت طلبت بطرد السفير الإسرائيلي من؟ أنا طردت وقتلت كثير منهم. أيوة، بما أنك حكيت عن الموضوع رح أرجع. قعدت 22 سنة بالمقاومة يعني، وبتمنى يا ريت ترجع هذيك الأيام. حتى شو حتعمل لو رجعت هذيك الأيام إن شاء الله؟ أنه بدنا نرجع يعني ندافع عن شعبنا في فلسطين وعن يعني قيمنا وعن هويتنا وعن تقاليدنا وعن أرض فلسطين المقدسة وعن مقدساتنا، ولأنه الإيمان اللي خلانا بهذا المعتقد هو
من يدافع عن فلسطين يدافع عن الأردن، ومن يدافع عن الأردن يدافع عن فلسطين. فالعدو يرانا في عين بالعين الواحدة، لا يفرق بين أردني وفلسطيني. صحيح. نحن مستهدفين، لذلك يعني أنا بطالب بأنه نتحول إلى يعني تأتي حكومات قادرة أن تطبق برامج وخطط تنموية إنتاجية قادرة أنه تنشلنا من هذا الاقتصاد المريض الاستهلاكي. إن شاء الله. بدي هيك بس نحكي شوي عن يعني مع أنه كتير قنوات ويعني مواقع إلكترونية حكت معك في هذا الموضوع بخصوص موضوع مكتب العال في أثينا، حابين نحكي شوي عن هاي الذكريات. يعني هاي لما طرحت الثورة الفلسطينية استراتيجية ملاحقة العدو وضرب اقتصاده، لأنه جزء الاقتصاد جزء من آلته العسكرية، لأنه كل بنية الدولة العدو الصهيوني الكيان الصهيوني كل بنيته عسكرية بالنهاية، وخدمة أهدافه في الاحتلال والتوسع والقتل والاعتداء على بعد تصفية قضية فلسطينية على الأردن وتنفيذ مخططاته. لذلك يعني احنا بلشنا يعني بلشت الفصائل الفلسطينية تلاحق العدو في أوروبا وفي أفريقيا وفي كل مكان وفي أمريكا اللاتينية، وأنا واحد من الشباب اللي ضربت هذا المكتب، وكان هذا المكتب ضمن دائرة يعني مؤسسة للمؤسسات أمنية مجمع صهيوني، ورداً على ما أعلنه العدو من إعلان التعبئة وتسفير الشباب العالم كله للذهاب إلى الأراضي اللي تم احتلالها في الضفة الغربية وغزة، لأنه يعني كانوا طارحين مشروع إعادة بناء الكبوتزات والمستعمرات وإسكان عدد الإتيان بأعداد كبيرة من السكان اليهود إلى فلسطين مهجرين وبدهم أيدي عاملة، فجمعوا كل شباب العالم على حسابهم كضيوف على الأرض المحتلة لبناء مستعمرات تحت شعار فلسطين أرض بلا شعب. لذلك يعني ضربناهم في كل مكان، ورح نضربهم إن شاء الله. إن شاء الله أكيد يا رب. هذا الدم البريء اللي بنزل بفلسطين، هذا الدم اللي يراق في 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 مزارع وبيوت وشوارع فلسطين المقدسة، هذا لن يذهب هباء، هذا سيأتي يوم يعني يدفع فيه الثمن غالي. أكيد هذا اليوم لابد منه. هذه الأمة ستنتصر بإذن الله تعالى، بإذن رب العالمين، والإسلام باقي إلى يوم الدين. لا هم أكيد. ولا أمريكا ولا بريطانيا ولا حدا بيقدر يأثر. أكيد من أيد هذا الشيء طبعا. أكيد أنا تشرفت بوجودك معي اليوم وأفدتنا بمعلومات رائعة جدا، وبتمنى تكون ضيف في حلقات أخرى أيضا في منصات، ويكون لك حديث أكثر بعدة نواحي إن شاء الله. شكراً وكل الاحترام لك. نشكر متابعتكم لحلقة اليوم، وانتظرونا أكيد في حلقات ومواضيع مختلفة وجديدة من برنامج سوشو.